تسمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من منطقة فليلو بمدينة ميدلس. كما كتشوفوا معنا في الصورة، هادو عمال أو حراس ديال المحطة الكهربائية اللي معروفة بالمنطقة، ولكن تيقولوا بأنهم تعرضوا للتهميش منذ 9 أشهر. ما تخلصوش يعني في 9 شهور هذه، ضاعت الحقوق ديالهم. بالإضافة لذلك، فاش كيمشيو يطلبوا بالحق ديالهم كيتعرضوا للإهانة المتكررة، وآخرها كان اليوم يعني، وذلك اللي خلاهم أنهم يبغيو يوصلوا الرسالة ديالهم عبر منبر شوف تي في ويوضحوا يعني للرأي العام المشكل اللي كاين، لأن هذه المحطة الكهربائية مطروح عليها بزاف ديال علامات الاستفهام، وبزاف ديال الناس في الرأي المحلي هنايا بعمالة إقليمي دلت كيقول شنو هو الدور ديال ديك المحطة، وشنو هو يعني شنو هو لوبجيكتيف ديالها. حنا هادشي كامل إن شاء الله غادي نعرفوه من خلال هذا المباشر مع هاد الإخوان اللي معنا هنا في المباشر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب بخير، أنت معنا في المباشر ديال شوف تي في، وضح للرأي العام يعني الدور ديال هاد المحطة وفوقاش يعني التبنات وشنو هو الهدف منها. هاد المحطة هادي المهم العهد ديالها من 1933 وهي موجودة من عهد الاستعمار، فالدور ديالها أنها كتولد الطاقة الكهربائية عن طريق الملي كيجي من فليلو من تطيوين، وكيستافدوا منه الفلاحة. ولكن كنتفاجئوا بان هاد المحطه هادي من نهار شدتها هاد الشركه ديال انرجي جو دو تير، من ديك الساعه من 2012 الى يومنا هذا دايره واحد العقد مع الجماعه السلاليه على اساس انها هي اللي غادي تكلف بالاجور ديال العمال ديال هاد المحطه وبالماء السقي ديال الفلاحه. فكنتفاجئوا بان هاد الشركه هادي مشات هزات يديها، ما بقاتش كتخلصنا حنا كحراس ديال هذه المحطه. زيد على ذلك انه كاين مشاكل كثيره، ما عندناش مقومات باش غادي نخدموا، التعويضات ديالنا يعني اي حاجه اللي حنا من حقنا اننا نطلبوا بها ما كايناش. الشركه مشات هزات يديها، الجماعه السلاليه اللي من حقها انها تشوف الحل مع هذه الشركه ما كتقومش بالدور ديالها كما يجب، والعقد هو كاين عندنا ما بين يدينا. زيد على ذلك اننا كنتعرضوا للضغوطات اللي هي ضغوطات كثيره وكبيره بزاف من الجهات المسؤوله هنا في ميدلس، لان غير الان حاليا جينا من عند الدرك الملكي من شكايه من طرف القيد اللي دايرها مع شي فلاحه ضدنا حنا العمال، واخا احنا ما بدينا والو. كاينين اعطاب، هذه محطه هي كهربائيه قديمه من 1933، من ضروري ان غادي يكونوا فيها اعطاب، فما يمكنش غادي نجيو حنا كعمال ما كنتخلصوش الاجور ديالنا هذه 8 شهور ولا 9 شهور، غادي تجي انت تفرض عليا انني غادي نخدم هذه المحطه هذه بالمقومات اللي عندي انا، وانا ما في انا ما نخلصش اصلا. فكنشدوا في هذا المنبر هذا جلاله الملك تدخل في هذه المساله هذه، لان احنا عينا ما نمشيو لهذه الجهات المسؤوله هنا في البلاد، حتى واحد ما تصنت لنا ولا سمع لنا. فكنشدوا جلاله الملك بالتدخل السريع في هذا الامر باش نشوفوا حتى احنا الحل لهذه المساله، لان هذه لا سونترال هذه دائما كتبقى فيها علامه استفهام، ما عرفنا شكون هو المسؤول عليها ولا شكون هو اللي خصو يحمينا حنا كحراس ديالها، لاننا معرضين بزاف للضغوطات، ضغوطات كبيره وكبيره بزاف، لا من الفلاحه اللي ديما دايرين بينا شكايات، ولا من السلطات اللي كنمشيو لعندهم، ولكن حتى شي واحد موقف لجهتنا ولا وقف لصفنا. وحتى حنا راه عندنا مسؤوليات، عندنا اولاد، عندنا اسر كنصرفوا عليهم. ما يمكنش انسان غادي يخدم هكاك فابور بلا حتى شي حاجه، راه ما كايناش هذه كاع في شي ارض ولا في شي بلاد. وكنشكركم من هذا المنبر، وشكرا جزيلا لانكم لبيتوا الدعوه لنا، وهذا هو اللي كان في الامر، وشكرا جزيلا. نطرح لك واحد التساؤل، يعني انتم في الوراق ملي شفنا العقد عندكم غير الحراسه. هذا وكنتفاجئوا بان الناس يعني كيديروا بكم شكايه على اساس الصيانه. هذا سؤال وجيه، وبغيت نقول لك هذه مساله ديما كنقولوها للفلاحه وديما كنقولوها للمسؤولين. حنا عندنا في العقد ديالنا حراس. ممكن نشوفوا في هذا العقد ويشوفوا الراي العام. ها هو العقد، ها هو ده اللي كاين ما بين الجماعه السلاليه وما بين هاد انرجي جو دو تيغ اللي هي شركه فرنسيه. والعقد ها هي البنود اللي كاينه، ها هو البند. نشوفوا ذاك البند عفاك ديال الحراسه. ها هو ده. ها البند.
أن يأخذ على عاتقه تكاليف أجور الحراس، ها هو ده، والمستخدمين بالمحطتين، ها هما الأسماء ديالهم، وزيد على ذلك الماء ديال الري، ها هو الحفاظ على حقوق الري لفائدة ذوي الحقوق بالنسبة للمحطة الكهرومائية في ليلو. يعني حنا ما عندناش اصلا شي دخل هنا ما بين هاد الفلاحه كاع، حنا ما منحقوهمش انهم يشكيونا ولا يدعونا، ولا ان ما عندناش شي دخل بيناتهم. اللي داير هاد الحقوق واللي داير هاد البنود هي ما بين الجامعه السلاليه والشركه، يعني الشركه اللي كتحمل الاتعاب وداكشي. وحنا كنقول لهم ديما راه حنا حراس، يعني حتى هاد الصيانه اللي كنديروها فوق الجهد، وكنديروها باش اننا نحافظوا لهم على الماء ديالهم وانهم يسقيو المحصولات الزراعيه ديالهم. ورغم داك الشيء دائما كنتفاجئوا باش انهم كيشكيونا، ويشكيونا القياده، ويشكيونا العماله، على اساس ان احنا كنقطعوا الماء هكاك، وحنا ما كنقطعوش الماء هكاك. كاينين خسائر في هذه المحطه لانها محطه قديمه، وما يمكنش هذه باش يعرفوا الناس هذه النقطه هذه، لان الفلاحه هما كيهضروا هكاك عن عبات، ما كيعرفوش المشاكل اللي كاينه. خصك تفهم، خصني انا تجيب لي شي انسان خبير اللي يفهم في هذا الشيء، هو اللي خصو يشكيني. يعني هذا هو التساؤل اللي بغيت نطرح لك. ان فاش دخلنا، يعني دخلنا المحطه لداخل، لقينا بان يعني هو طونسيون انا تقريبا 22000 فولت. ما يمكنش اي واحد يقدر يدير الصيانه الاجهزه بحال هادو، كاينه ما يمكنش يدخل بها اصلا اي واحد. وكنتفاجئوا اخيرا بان هاد الشركه قطع علينا التغطيه الصحيه ولاسورانس، يعني ما يمكنليش انا غادي ندخل لا طونسيون نخدم فيها بدون تغطيه صحيه وبدون اسورانس ديالي، حيت ما يمكنش، حيت هاد الشيء راه ماشي اللعب، هذا راه ضو ومكتب ديال، هذا راه اسونترال ديال توليد الطاقه الكهربائيه. يعني ما يمكنش اي واحد غادي يجي، واخا تجيب تقني ولا تجيب خبير ولا تجيب حتى صاحب الضو بنفسه، ما يمكنش يدخلوا لها هكا، وهي ما فيهاش الحقوق ديالها وما فيهاش لاسورانس للناس اللي داخلين كيخدموا فيها. وحنا زايدون حراس، ديما كنوضحوا هذه المساله للناس والفلاحه، ورغم داك الشيء ما كاينش حتى شي جهه اللي كتبغي تسمعك. قائد مؤخرا جاء الله، جاء مؤخرا في بلاصه واحد اخر، دخل ضدنا شكايه مع الفلاحه، على اساس اش؟ مازال انت ما فهمتيش كاع شنو كاين في المحطه، ما كتعرفهاش باش خدامه، ما كتعرفهاش شنو فيها، اشنو خاصها. الشركه مشات بحالها ما كتجيبناش، يعني حتى الا عندها شي ناس داخلين معاها هنا في المغرب كتصيفط لهم فلوس على اساس انه يكونوا اونتروتيان، حنا ما كنتوصلوا بوالو. واصلا المحطه راها في عطب، ومن يكون العطب ما يمكنش غادي تجي لهم حراس اللي كيديروا فيك خير. هما كيديروا فيك خير، كيزيدوا يحلوا ويدلقوك الماء على اساس انت باش تسقي المحصولات الزراعيه ديالك، ولكن اللي ما كتشوفش بان الناس 8 شهور هذه ولا 9 شهور ما مخلصينش، وبولاد ديالهم بالاسر ديالهم. وشكرا. العفو الداخل. شكرا. هكا خويا، ممكن يعني توضح للراي العام والناس اللي تيشوفوا فيك شنو هو الدور ديالك هنا، وفوقاش انت خدام هنايا؟ انا الدور ديالي في هذه المحطه الكهربائيه هذه انني حساس حارس، ورغم ذلك كنديروا شي حوايج اللي فوق الجهد ديالنا. لانتروتيان كلشي كيدوز على يدينا حنايا. المهم بالليل بالنهار ما كننعسوش كاع تقريبا، النهار على خوه. المهم هاد الناس هادو ما كنتفاجئوا كل نهار، حتى كتجينا شكايه من عند واحد، من عند فلاح. حنا هاد الناس هادو ما عندنا بهم حتى شي علاقه، حتى شي علاقه ما كتجمعنا معاهم، حنا علاقه واحده اللي كتجمعنا مع الشركه. حتى الا كان الانسان غادي يمشي يهضر، يهضر مع الشركه ما يهضرش معنا حنايا. حنا غير هاد الصباح هذا كنا عند في الدرك الملكي، استدعاونا بلا ما نزيد نوضح بزاف، تعرضنا لشي اهانات كاع اللي ما نقدوش كاع نقولوهم. ما يصلحش كاع حتى الانسان بشي مصطلحات كاع ما يقدرش حتى الانسان يهضر بهم. ما نكذبش عليك، ما خلونا ما نقولوا. العام اللي فات وكذلك نفس لوجيست، داونا للدرك الملكي، سبونا كيبغاو، وصلونا عند وكيل الملك، سبنا كيبغى، ما ساعات والله وصافي. حنا حاجة واحدة، كنشدو سيدنا محمد السادس يجي يشوف هاد الشيء فاش راحنا. لا غير اخويا، هاد الشيء اللي نقدر نقول لك. شحال دابا انت خدام هنا وما توصلتي حتى شي ريال دابا؟ دابا 8 شهور حاليا. 8 شهور. ودابا النهار ترسمت معاهم من 2015 وانا معاهم تقريبا هكا غادية. ودابا واش كتحطوا بين واحد الامر ديال انكم الا خويتوا هنا تقدر تحملوا المسؤوليه ديال الضياع ديال الماتيريال او السرقه ديالو؟ اه، وكيل الملك براسو كيقول لنا، كيقول لك سير تخدم، ما خدمتيش كيقول لك نهبط لك الحبس، واي حاجه مشات كتحمل مسؤوليتها. هذا الشيء اللي كاين. وانا ما مخلصش. وكنقول مودي حنا ما مخلصينش، وانا ما كاينش حتى شي واحد اللي كيسوق لنا. مؤخرا جا قايد لهنايا ما كمل عليه حتى سيمانه. جا رفع بينا شكايه، دابا تمشي عنده تقول له علاش رفعتي الشكايه غيقول لك ما عرفتش. حيت هو اصلا ما دخلاش، ما عرفش كاع اش كاين هنايا. هاد الماتيريال دار من 1933، راه ما كاين حتى شي واحد اللي قد يدير له لونتروتيان غيرنا حنايا. وإلا كاين شي واحد اللي يتحمل المسؤوليه يجيب ورقه ويجي يدخل له ويقدر، هذا الشيء اللي نقدر نقول. هاد الفلاحه اش من كيقولوا في الشكايه ديالهم ضدكم؟ هما كيقولوا لهم اسيدي كنحرقوا لهم الشجر، كنقطعوا الماء على عباد الله. قال لك ماتوا لهم الشجر. وحنا ما هاد الشيء كنقطعوه وكنديكلاريو وكنقول لهم اودي حنا غير هذاك الوسيط اللي بيناتنا هنا في ميدلز علمناه، قلنا له اودي فلان راه عندنا لومبان، علمت الشركه جيب الماتيريال. قال لنا اش غديروا؟ هبطوا الريدو وسيروا مشيو تكمشوا. وهاد الهضره هادي نيتها كنقولها له في وجهه، علاش نقول اخويا غير المعقول ولا اله الا الله. شكرا لك. شكرا لك اخويا.
يعني انتم سمعتوا اخواني الشهادات ديال الناس اللي معنا، نحاولوا ناخذوا شهادات اخرى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انت معنا في المباشر ديال شوف تي في، واش انت شنو الدور ديالك انت؟ انا خدام معهم حارس هنايا في لا سونترال، وكما قالوا لك الدراري بلا تعويضات بلا اجره، وكنطلبوا شي حاجه لا سونترال شي ماتيريال باش الزيت مثلا الكروه ولا شي حاجه، والو ما كانش اللي كيتوصل بينا باي حاجه. وهاد المحطه دابا شنو يعني الفلاحه دائما كيديروا بكم شكايات؟ ماشي مره ماشي جوج، هادي جوج من المره كيديروها. وما عارفينش دابا المشكل اللي عندنا دابا، وما خصهم غير تلق الماء صافي، وهادي راه اوتونسيون ماشي شي حاجه ديال اللعب. شحال تقريبا يعني ديال الفولتاج تقريبا تيخرج هنايا؟ على حسب الماء، كل ساعه على حسب الماء. يعني هاد المحطه عندها دور مهم بالنسبه لي، يعني الطاقه الكهربائيه اللي زميلتك خصها تستغل هنا في منحى ايجابي، ما خصهاش تضيع. ما خصهاش تضيع ضروري. دابا نتوما لقيتوا راسكم دابا ما صلح لكم تخرجوا من هنا، ولا جلستوا هنا ما عندكمش حقوق؟ وانا راه مده طويله هنا، انا من 84 وانا هنا. شنو الاهانات اللي كتعرضوا لها يعني حسب يعني النقاش اللي تناقشنا معكم قبيله؟ شنو كتعرضوا لها يعني كاهانات كحراس نتوما في هذه المحطه هذه؟ والحقره اللي كتعرضوا ليها؟ بحال هاد الشكايات اللي كيجيو عندنا الفلاحه كل خطره، لا تلقوا لنا الماء لا سميتو، وحنا راه ماشي تلق الماء وهي اون بان، بزاف د المشاكل. المهم شنو هي الرساله اللي بغيتو توصلوا يعني، والميساج اللي بغيتو توصلوا للناس، الراي العام اللي تيشوفكم دابا؟ ايوا غادي يشوفوا الوضعيات ديالنا حتى حنايا، والمسائل راه ضايعين بزاف، ماشي غير شويه. انتوما بغيتو تسويه الوضعيه الاداريه؟ خاصها الوضعيات خاصها تحسن. شكرا لك. الله يبارك فيك. الله يخليك اخي. عافاكم في النهايه. انت حارس بالمحطه ديال يعني المحطه الكهربائيه بكريلو، قلنا يعني شنو المشاكل اللي كتعيشوها انتوما هنايا كحراس؟ شنو نقول لك، المشاكل اللي كنعيشوها هنا ان الشركه هملات هذا الشيء، مشات نيت من شنو نقول لك دابا تقريبا شي عام ونص، هذه ما عمرهم كاع جاو يطلعوا على هذا الشيء ولا يشوفوا شنو خاص ولا ما خاص. دونك الفلاحه عاوتاني كيديروا بينا شكايه عند الدرك الملكي، كيقول لك حنا كنقطعوا عليهم الماء اكسبري، وحنا عاوتاني ما كنقطعوش الماء اكسبري الا كان شي فيها شي اون بان ولا شي حاجه، ما يمكنش الدور الا ما كانش فيها، اما كان زعما المقويات بحال كريس الزيت الكراوي. اخر حاجه كاع هي البولات دابا كندخلوا ليها بالفلاش، فلاش ديال التليفون باش كندخلوا لا سونترال. شحال دابا ما توصلتوش يعني من المستحقات الماديه ديالكم؟ دابا 8 شهور طالعه في التسع. شهور التسع؟ دابا طالعه في التسع. وشحال من عام تقريبا انت خدام هنايا؟ من 2012 يوم هذا. كتحسوا شويه بالريسك ملي كتدخلوا يعني لهذا؟ ضروري، راك داخل شي حاجه اللي هي قديمه، ماشي شي حاجه اللي جديده، راك كتخدم ديما في الخطر، وزيد عليها حتى لاسيرونس والتغطيه الصحيه قاطعينهم علينا من العام فايت في شهر ثلاثه تقريبا، قاطعين علينا لاسيرونس والتغطيه الصحيه، يعني راك كتخدم في شي حاجه اللي هي خطر. شنو هي الرساله اللي بغيتو توصلوا يعني للمسؤولين والناس اللي تيشوفوا فيكم؟ اش غنقول لك، خاصهم يعرفوا باللي راه حنايا ما ماشي بيدينا هذا القطيع ديال الماء اللي كنقطعوا، هاد القطيع ديال الماء ماشي حنا ماشي بيدينا زعما كنديروها كاكسبري ولا شي حاجه، راه لومبان كاين في لا سونترال. واخر مره فاش وقع هاد لومبان هذا كانوا العساس اللي كاين في تطيوين، كان قطع الماء في جوايه الوحده ديال الليل بحال هكا وما علمناش، وخوا البراج وكاع داك الوسخ ديال البراج دخل الجروب، صافو تبلوكا الجروب. سمعنا بان تعرضتوا لاهانات عده مرات يعني متكرره، اها، وانتم كدافعوا على الحق ديالكم. اي العام فايت داروا بعدا بينا شكايه وتهددوا الدراري، مشاو عند وكيل الملك هددوهم بالحبس، يا تخدموني تدخلوا للحبس صافي، ما عارفينش المشاكل كيفاش كتخدم لا سونترال ولا كذا. شنو يعني انت كتحس بان يعني ملي كتعرضوا لتهديدات بحال هكا كتحس انت كواحد اصلا مهضوم في الحق ديالك؟ وانت راك مضغوط من واحد جيرك ما مخلص 8 شهور وكيزيدوا هما يضغطوا عليك من ناحيه اخرى مع المخزن، والمخزن ديال هذه البلاد ما لقى لنا حتى شي حل. كاع عينا اسمح لي واش نتوما يعني دابا عارفين راسكم لا تابعين ولا شكون اللي مخدمكم ولا غير؟ اش غادي نقول لك، كيبقى داك الشيء شويه مجهول، ما عارفينش بالضبط شكون اللي. وشنو الرساله اللي بغيتو توصلوا يعني للمسؤولين؟ الرساله المسؤولين خاصهم يلقاو لنا الحل، خاصهم يلقاو لنا شي حل، وكنجدوا جلاله الملك محمد السادس. شكرا لك خويا. يعني اخواني اخواتي، كنتواجدوا امام المحطه الكهربائيه بفليلو بمدينه ميدلت، هذه المحطه اللي كتنتج يعني حسب يعني التقديرات اللي شفنا تمايا في ليكوي راه كتوصل حتى ل 22000 فولت، يعني واحد التوتر عالي ولا هو طونسيون،
وهاد المحطه يعني محطه مركزيه ومحوريه اللي خصنا نستغلوا على المنحة الايجابي وتعطينا واحد الطاقه نظيفه بالنسبه لمدينه ميدلت وتعطي واحد يعني واحد الرواج بالنسبه لواحد الفئه اللي تشتغل فيها من خلال الصيانه من خلال يعني الحراسه. لكن للاسف انتم سمعتوا يعني القصه ديال السونترال ديال فليلو اللي كلشي كيعرفها ولكن ما عارفينش لا الشبعه ولا الدور ديالها. انتم سمعتوا يعني المعاناه والميساج اللي دوزوه يعني الحراس ديال المحطه الكهربائيه بمنطقه فليلو والمشاكل اللي تعرضوا لها وبانهم 9 شهور هذه ما توصلوش بالمستحقات الماديه وتيقولوا بانهم ضاقوا ذرعا لان ما تلقى لهمش الحل الملف المطلبي ديالهم. وكنتمنوا ان شاء الله ان يكون منبر شوف تي في صوت من لا صوت له وان توصل الرساله ديالهم عبر هذا المنبر هذا. وشكرا لكم متابعينا الاوفياء على المتابعه لكم لهذا المباشر من منطقه فليلو مدينه ميدلت.